بالك ست ام حمزه، طولي بالك بس لحظه، استني استنيني ده. طولي بالك بدي اشوف كنتي، ما بطلع من هون لتوقع عيني على عينها. الناس العاقلين بيرموا السلام. ليش انتي خليتي فيي عقل؟ في حدا بيعمل اللي عم تعمليه؟ بدي اشوف زمرد. زمرد ما لهون، ما صار شيء، استناها. ام حمزه قصري الشر ورجعي على بيتك. إذا شايفة إنتي اللي أنا عم أطلبه شر، معناتها إنتي مالك مصلي على النبي. اللهم صلي عليه. زمرد مالها بالبيت، ما رح تشوفيها أساساً. شلون بتطلع بدون إذن خطيبة؟ يلي خطبهن مات، بتحبوا تروحوا لعنده لحتى يتمم هالجوازة؟ روحوا. بفهم من حديثك إنك مالك ناوي تتمم جوازة. على جستي. عالعافية عبدو. أهلين عزام. أهلين معلم عبدو. سد بليس بعتي وراي. يلا تك. يعطيك العافية عبدو. الله يعافيك يا خانو، مريني. والله يا عبدو تسكرت الدنيا بوشي وداقت علي، ونحن والله ما عنا معين، لهيك أنا راجي ربي وراجيتك. بإذن الله طلبك مجاب ولو على هالرقبة. معلومك أبو سليم مستأجر النول من أبي الله يرحمه من أكثر من 40 سنة. السنة الماضية قال لي إنه ما بده يدفع الإجرة على أساس لهي السنة. قال شو الشغل دائر وما معه يدفع. خلصت السنة الماضية ورح تخلص هي السنة، وهو منكر علينا حقنا، ونحن والله بعد جوزي الله يرحمه ما عنا معين غير الله. مفهوم مفهوم، بس عدم المؤاخذة ليش ما رحتي لعندك بقرية الحارة ليحلوا لك مشكلتك؟ رحت والله رحت، بس هذا أبو حمزة ما بعرف شو بو مبرد قلبه وما عم يرضى يساندنا. والله لو كان أبو نوري عايش ما كان تردد لحظة أنه يمد لنا إيده. فهمت عليكي، تكرم عينك، طالبك مجاب وبإذن الله بكرة الإجرة بتكون عندك. عن جد عبدو؟ يعني بتقدر تقنعه؟ جرب حظي. يلا بالإذن. الله يكرمك يا رب يا رب. دور بدور. شلونك؟ أهلين نمورة خانو. ستي أم حمزة بدها إياكي ضروري. يلا. ومن أمتى أم حمزة بتسأل عني وبتبعت وراي؟ أكيد مو محبة فيكي، يمكن معاوزتك بشي قصة.